في خطوة تسهم في تعزيز اللحمة الوطنية بين أطياف الشعب، التقى شيخ عشيرة الجنابيين عدنان الجنابي بجميع ممثلي المحافظة من عشائر وقبائل العربية والتركمانية والكردية، إلى جانب القادة الأمنيين وإدارة المدينة. رؤساء عشائر وزعماء قبائل وقادة أمنيين وإدارة كركوك توافدوا إلى مضيف عشيرة الجنابيين للترحيب بقدوم الشيخ عدنان الجنابي إلى مدينتهم. أولا نبدي مضيف الوحدة الوطنية، مضيف أخونا أبو فرحان، مضايف الجنابيين كلها، مضايف للوحدة الوطنية، وعشيرة الجنابيين سباقة لأن تسد كل الاحتمالات الشقاق والنفاق والخلاف. والعشائر سبقت السياسيين أحيانا بأن تكون هي المعبر للمصالحة الوطنية، واليوم مناسبة نلتقي بالمحافظ وقائد العمليات والأجهزة الأمنية وبعض المسؤولين، واطمأنينا على كركوك إن شاء الله بأيادي أمينة ونشوفها قلب العراق النابض تمثل وحدة العراق. طبعا نعتز ونفتخر بهذا اللقاء الودي المبارك في ديوان الشيخ محمد جنابي والجمع المبارك اللي أتوا من بغداد ومن جنوب العراق، ونشكر الشيخ محمد الجنابي لم هذه العشائر بهذا المضيف اليوم. العشائر هي صمام أمن العراق، إذا الدولة ترتكز على العشائر، العشائر كل شيء تقدر تسوي، بس الدولة هاملة دور العشائر، فهذا العشائر وهذا أهل العراق من البصرة إلى الزاخو. باسمي وباسم عشائر كركوك نقدم شكرنا وتقديرنا الشيخ محمد جنابي على هذا الدعوة وعلى هذا التجمع في مضيف الجنابيين في كركوك. هلا يا أهل المراجل والكرم والعز، هلا يا الخيلكم وقت اللوازم ندري بيها تلز. كلمات وأشعار ألقيت أشادت بدور العشائر في الحفاظ على اللحمة الوطنية في البلد ومقارعة الإرهاب. أن نتجمع بهكذا حجم وبهكذا ألوان زاهية دلالة من دلالات حب مواطني وعشائر وشعب كركوك للوحدة الوطنية وللتعايش السلمي. حقيقة ما هذا التجمع إلا هو رافد من روافد الأمن الذي تسعى له قيادة عمليات المقر المتقدم. هذا التجمع المبارك الذي شمل جميع مكونات الشعب العراقي كانت رسالة واضحة أن العشائر العراقية كانت ولا زالت صاحبة الكلمة الفصل، ولأجله تمت تسمية مضيف عشيرة الجنابيين في كركوك بمضيف الوحدة الوطنية. من كركوك جودة العسافي، قناة الرشيد الفضائية.